بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث حول نفس عنواننا السابق أمة الإسلام أمة سلام كاملة الأركان. العلاقة بين العقلانية والضمير. نتحدث هنا عن العقلانية بمعناها الأوسع. وليس بمعناها الاصطلاحي ولا الفلسفي المقابل للتجريبيه ولا غيره من مصطلحات علم النفس او غيره فهي العقلانيه الانطلاق من ملكه العقل في اداره السلوك واصدار الاحكام بالوقوف على ما هو معقول بعيدا عن الغرور الوهم، الخيال بظن انه الواقع، المحال بظن انه الممكن او العكس. التفكير بحسب العلل الواقعية ومعلولاتها، لا بحسب الهوى والرغبة. وزن الذات بموازين متساوية مع أمثالها، بلا تمييز عنصري أو ولائي. التفكير وفق منهج يربط بين الاسباب الحقيقيه ونتائجها بدلا من الاعتقاد في مسببات موهومه او مرغوبه وبدلا من الربط بين الاشياء ومسببات غريبه عنها مثلا كزعم ان الكلب الاسود جني متلبس أو التصديق بما لا رابط بينهما كعلة ومعلول، كقول إن التمشط من وقوف يورث الفقر، أو بما يخالف المدرك الواضح الجلي، كادعاء بعض الروايات الموضوعة في كتب الحديث ضد بعض القوميات، مثل إن الأكراد.. فصيل من الجن كشف عنهم الغطاء أو التصديق بالخرافة كزعم إن قرع الخشب كما عند الإنجليز وكسر البيض كما عند آبائنا وربما لا زال هناك من, من منا يعتقد ذلك يقيان من الحسد فهذه وأمثالها وغيرها مما هو أكثر غموضاً والتباساً تدل على نظره غير عقلانيه اما تنسب الاشياء لغير اسبابها الحقيقيه او تنسب لها اثارا غير حقيقيه او تخترع لها عللا غير واقعيه او غير ذلك فمثل هذا خارج عن العقلانيه التي لا تقوم الا على ايجاد الربط الحقيقي بين السبب والمسبب وتحديد النتائج في الواقع فهذه هي العقلانيه التي هي موضع حديثنا هنا. واما الضمير الانساني فهو الحكم والفيصل بين ما تجمعه النفس الواحده داخل كيانها من نفسين اللوامه والأمارة، وبين ما توجه له الروح الربانية من قيم إنسانية عليا وهي النفس الملهمة. فاللوامة والأمارة كلاهما نفسان لا ضابط لهما ولا التزام إلا بما فيه الرغبة ومنه الخوف، والملهمة روحانية. والضمير حاكم عادل وكائن منظم يمشي فوق وفق اصول وحي لا يموت بل يمات تحت اثقال الذنوب وانحرافات الغفله وطغيان المعاصي وهو نافذه الروح على الذات العقلانيه هي طبيعه الضمير وليست هي الضمير ذاته كما الثوب ساتر هذه طبيعه الثوب ولكن الثوب ليس هو الستر فالخليع خليع سواء كان يلبس الثوب او بدونه فالضمير لا يرتاح الا لما هو قويم وعليه برهان صريح ووفق المنطق القويم فلا يرتاح للكذب والاكاذيب ولا للمغالطات ولا للتعليلات العليله ولا للاخلاق الرذيله الا ان يخدع وهنا وظيفه العقل الواعي ان يبين للضمير ان هذه خدعه فاذا استبان استيقظ فاذا كان العقل مخدوعا فإن الروح لا تنخدع فتظل ترسل كهرباءها للعقل عبر تأنيب الضمير ليستيقظ فمن تخلى عن كرامته فقد خسر ادعاءه العقلانية الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم بماذا كرم بالروح والعقل والاستقلالي وحرية الاختيار والقدرة على التفكير المنطقي وإصدار الأحكام الموضوعية وغيرها الكرامة هي هبة العقل القادر على التفكير الحر واتباع الأحسن فإن تنازل عن استقلاليته وسلم عقله لغيره فقد أضاع مواهبه وحط من قيمة نفسه، وأضاع ثقة الله به، وخسر كرامته، وإن أساء تسخير مواهبه وطاقاته في الشر والفساد، فقد خسر كرامته أيضا، لأنه لا كرامة في فعل الشر، والاقتدار على الفساد، ومن يفعل ذلك لا يحق له ادعاء العقلانيه مهما كان عبقريا كل انسان يستطيع قياس صحه عقلانيته والتاكد من ان ضميره لم يتخل عنه بعد بسؤال واحد فقط وان صدق الجواب على هذا السؤال يعتمد ذاتيا على صدق التزاماته الانسانيه الاخلاقيه وليس صحه الجواب منطقيا، يعني مو تجيب جواب منطقي وانما اخلاقيا كيف هو فالكل يعرف الجواب منطقيا، السؤال هو ماذا تعني لك حقوق الاخرين وكرامتهم؟ فان كنت لا ترى لغيرك حقوقا وكرامه كما تطلبها لنفسك وترى انك مستحق للكرامه دون غيرك لعله تراها فانت غير عقلاني مهما كانت اسبابك لانك خالفت ناموس الله والطبيعه وخالفت العداله والمساواه فلله فضل بعض الناس على بعض في أصل الكرامة وهو القائل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ كل جميعاً وَلَا الطَّبِيْعَةُ تُحَابِي جِنْسًا دُونَ جِنْسٍ فهي مفتوحة للجميع فيدل ذلك على أنك حتماً اعتبرت سبباً ما من عرق أو دين أو أنانية هو علة فضلك على الناس، ونسيت أن أصل كرامة الخلق واحد للجميع، وكرامة العمل واحدة للجميع، وهي التقوى. وهي التقوى اتقاء الله في حقوق الناس، بعدم العدوان عليهم، والسيطرة والحفاظة والوكالة الكاذبة. ليس المطلوب منك الاجابه الصحيحه فكل انسان يعرف الجواب الصحيح وهو الحق او ماذا عليه ان يقول الا الحق في مثل هذا النوع من الاسئله فكم من كلمه حق اريد بها الباطل وانما المطلوب ان تقول الحقيقه لا ما تكذب به على نفسك فمن الفظاظه وخبث النفس ان يقول المرء ما لا يفعل فانه اشبه بعقيدتين متعاكستين في عقل واحد او نظامين متصادمين في جهاز واحد فانه نزوع نحو الغطرسه واكتساب للنفس بغضا مضافا على ما قاله سبحانه يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فحين اقول ما لا افعل فانا اضيف لمقت الله لي بغض الناس جزاء فظاظتي وغطرستي وفوقها ساضيف من نفسي مقتا لنفسي فما لم يقم التناغم والانسجام بين ما اؤمن به واقول وما افعل فانا اعاني من الازدواجيه ولن احيا السلام ما دام القلب سقيما وهذا طريق مقت النفس وان لم يكن افتضاحه عاجلا فآجلا يوم ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم فكل من يستطيع استيعاب القصد فانه سيفقد هدوءه الكاذب للتحقق من طبيعه ضميره بالرجوع للقران وهو المرجعيه التي لا تحيد ولا تميل ولا تبلى ولا تصدا بل على المرء ان يحيد نحوه ويميل نحوه ويدور مداره اينما دار فهل تعلم جواب ماذا تعني لك حقوق الاخرين وكرامتهم في القران فاولا انت وجميع الناس من اصل واحد ابوين اثنين لا ثالث لهما فمهما صعدت او نزلت فالجذور واحده كلكم لادم وادم من تراب وثانيا انت وغيرك متماثلون في الخلقه وروح الله اثرها ممتد منذ ادم في جميع نسله مهما تباينت اشكالهم والوانهم وثالثا كل ما وهب لك فقد وهب لغيرك مثله او ما يشابهه ويقارنه ورابعا انت وغيرك تحملون نفس الامانه وهي الحريه وتحمل مسؤوليه التبعات حريتك في الاختيار وواجبك في ان تختار الصواب لانك ستسال عنه يوم الحساب وخامسا انت وغيرك تتمتعون بنفس الكرامه عند الله وما سخر اليك فقد سخر لغيرك على السواء وسادسا انت وغيرك مدعوون على السواء لنفس الايمان ونفس الحقوق ونفس الواجبات في اطارها الحقوقي العام وسابعا انت وغيرك مدعوون للتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الاثم والعدوان ومدعوون للتحلي بنفس المثل والاخلاق انت وغيرك تتمتعون بنفس القيمه في الحياه ونفس الحريه في الحركه والعمل والكسب والطبيعه مفتوحه للجميع على قدم المساواه كل بحسب اجتهاده وقس على مثل هذا ستجد انه لا فضل لك على غيرك ولا حق لك فوق حقه ولا ميزه لك ليست له وفي النهايه انت مامور بان تحب له ما تحبه لنفسك لان سعادتكما تكمن في المحبه لا تدفعك العاطفه للاعتقاد بعقيده لان فيها من تحب فانما اهلك الاخلاف تقديس اسلافهم حتى شاقوا فيهم الله ورسوله ولم تنفعهم مقالتهم انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون لم تنفعهم من استحقاق العقاب هذا اولا وثانيا لا تحركك العدوانيه ضد عقيده لان فيها ما تكره او من تكره فان قوما كبر عليهم ما يدعوهم الرسل اليه وكبر عليهم ان يدعوهم من يرونه اقل مرتبه منهم اجتماعيا وعلميا فهلكوا واهلكوا وانما انت تتعامل مع ما يجب ان تعتقده كما هو ليكون ذلك الاعتقاد جزءا من حياتك او يشكل حياتك او يغير كل حياتك فالعقيده روابط للتغيير فان كانت نقيه زكيه اخذت للنقاء والتزكي وان كانت عوجاء شوهاء اخذت للانحطاط عن الانسانيه وان غيرت وبدلت بعد نقائها وزكاتها جرى ماؤها نحو الآسن وانتهت في سباخ وعيون حمئة بعيدًا عن مصب الخصوبة وتحولت لمقدس مدنس كل من اغتسل فيه تنجس فقام يصلي وهو يرفل في قذارته فهو على شاكلة الأخسرين. العقلانيه التي دعا اليها القران الكريم هي الوسيله التي تمكن من قراءه الواقع والحقيقه لقوم يعقلون راجع القران الكريم بحثا في هذا الشان وانظر كيف يدفع الله من خلال اياته الناس للتعقل كوسيله للوصول للحقيقه وادراك الحق اي اعمال العقل او الزام العقل للتفاعل وليس ثقه بالعقل الساكن وانما تعليم العقل ماهيه الثقه ليتوثق وينطلق بها نحو التغيير انها عمليه انشاء فكر عقلاني من خلال النص القراني الله سبحانه يعلم ان نبيه موجود لزمن ويغادر وهو يريد تنوير العقول وتعليمها ليثق المؤمن في نفسه وادراكه ويكون هذا سلوكه من بعده صلى الله عليه واله على مدى الزمان انشاء فكر وليس تقليد مذهب وعقلاني اي عابر للطوائف والتكتلات الضيقه حبا وبغضا فكل عقيده اساسها خالفوهم ففي خلافهم الرشاد هي بلا رشاد بل الرشاد في طلب الحكمه من اينما جاءت وليس التقليد بما هو تبعية عمياء. فالمسالة ليست وجهة نظر جامحة، ولا اغترار بالنفس، ولا ثقة مفرطة بالذات كما يراها الذين لا يعقلون، فاولئك لا يعترفون باساس المبادئ القائدة للمعرفة. وهذه يشترك فيها المؤمن الرافض للاصلاح الفكري المعرفي والكافر الرافض للايمان المدعو له كمنطلق عقلاني وكل المؤمن الرافض والكافر الرافض من منطلقاته سيعتبر ذلك صراعا وجوديا او تحديا لوجوده بالتاكيد ستنشا مقاومه محمله بثقافه ما هذا امر طبيعي ومتوقع فهكذا هي طبيعه المجتمع الانساني لا تسلم بادئ ذي بدء اذ لموروثها الثقافي قول ثقيل عليها يصدها عن التسليم ولكن الثقافات ليست سواء في تخلفها وفساد طرقها في التفكير والاستدلال والبحث عن الحقائق فبعضها غير مؤمنه ولكنها موضوعيه وبعضها مع الاسف مؤمنه ولكنها خرافيه تقليديه جامده مقاومه للتجديد فعلى قدر ما تكون هذه الثقافه قريبه من خط سير العقلانيه فهي في طريقها نحو بناء الحضاره وعلى قدر ما تكون تلك الثقافه صداميه ترفض التجديد ستكون متخلفه عن الركب وكل ما لديها هو استثمار في المنتج نفس الموجود عندها تستثمر فيه لاعطاء صبغه لا علاقه لها بجوهر الحقيقه فالاخلاف يستثمرون فيما انتجه الاسلاف لا يبدلون ولا يتقدمون ولا يضيفون جديدا بل يزوقون وينمقون ويحركون الاموات كرواد للتقدم والحضاره فاذا قالوا الاسلام هو الحل فانهم انما يتحدثون عن نفس الاسلام الذي كان هو المشكله وإذا قالوا القرآن صالح لكل زمان ومكان فإنهم لا يعنون فهما آخر غير فهم الماضين الذي دل تخلفه اللاحق أنه لم يكن صالحا لزمانه ولا مكانه وإذا قالوا الإسلام حافظ على حقوق المرأة فإنهم يعنون بذلك وجوب قعودها في المقعد الخلفي ابدا وجواز طلاقها بكلمه وسحب اولادها منها وقذفها لبيت ابيها المتوفى او اخيها الغارق في مشاكله واذا قالوا الجهاد فرض الى يوم القيامه فلا يعنون منه سوى فتوح الغنائم والسبي والاستعمار والاكراه في الدين ولكنهم يغيرون طريقه العرض ويستبدلون القاموس القديم بقاموس عصري جديد كلمات جديده منمقه تتحدث عن الحريه والعداله والشورى والقيام بالقسط والمساواه وكل ذلك تدليس كتدليس السياسيين الذين يعطون الناس الشمس بيد والقمر بيد في الدستور ويغشون نورهما بظلامات من السحب المتراكمه بالقانون فهؤلاء مثلهم الوعود خلابه والقوانين قصابه فليس عندهم من الدين امر يختلف عما عند طالبان او اشباهها من كل مذهب وفرقه غاليه او متعصبه استبدت بالناس واكرهتهم على رؤيتها فتش الكتب المرجعيه ستجد الامر جليا لا تظنن بانهم كاذبون فاكثرهم صادقون في اعتقادهم ويظنون ان الامر يجب ان يكون كما هم عليه وانما نحن قوم قد استبدت بنا العقيده وسيبقى التدليس الحسي الظاهري تقليدا الاجتهاد فيه بعيدا عن مسار الحضاره وكل البعد عن مسيره الاصلاح والعقلانيه التي ينشدها القران نتابع الحديث في حلقتنا القادمه والى ان نلقاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته